مرحبا بكم وتنشكركم، تنشكركم على لي كومونتير ديالكم، تنشكركم اللي تتجاوبوا نتوما نيت دوك الناس اللي تيديروا ديسلايك، تتجاوبوهم نتوما نيت تشرحوا لهم، لان كاين بعض الناس واخا كنت تنجود القران، انا هنايا تنجود غير القران، اكتبوا لي شي حاجه ما مزيانش. كاين شي ناس تكتبوا شي حاجه ما مزيانش على كل شيء، اللي يطلع بان لهم يكتب شي حاجه تكونوا مبليين ولا هذا، الله يهديهم، وداك حقهم حقهم، المهم تهتموا بنا كما كان الحال. القضيه اللي عندي اليوم واحد القضيه شويه فيها يطرحوا فيها بزاف الاسئله، وقضيه عجيبه، وقضيه عندها علاقه بالجن او بالشيطان، بالجن او بالشيطان. ما تعرفش شكون اللي تيديروا لنا المصائب حنا البشر، واش الجن ولا الشياطين؟ كل الشياطين تنظن، حيت كاين شياطين الانس حسب ما تيقول، شياطين الجن هما تيديروا لنا المشاكل، شياطين الجن على اين. كنا واحد المره خدامين عاديين، كان الصيف، والصيف تتكون فيه الاكتيفيتي بزاف، خدمه بزاف، ماشي بحال الشتا، الشتا تكون شويه مرفقه، الصيف تيكون فيه مشاكل. وحيطوا علينا وقالوا لنا من القنيطره غتنتقلوا لخميسات، كان واحد المشكل في خميسات، انتقلوا تما، شوفوا واحد السيد مقتول باش مات. عيطنا الاخوان تما باش تنقول عطونا بعض المعطيات باش حنا نوجدوا راسنا، كاودي ما عرف باش مات هذا السيد، السيد توفى واحد الموتى في شكل ما عرف كيفاش مات، اجي وصلت على النبي نحل المشكل. وصلنا الخميسات، مشينا للكوميساريه ديال الخميسات، تستقبلنا تما، السلام عليكم، السلام اخويا، حنا الفرقه الجنائيه جينا عندكم، مرحبا مرحبا، تعرفونا تنعرفوهم، فين هو السيد؟ قال لك اودي راه في مستودع الاموات، راه هزيناه ان الطريق ماشي خليوه طايح في بلاصتو. عنده بصح، هزو مشينا مستودع الاموات، لقينا السيد عريان ما لابس والو، ميت عادي، واحد الجهه عنده زرقاء من وجهه من هنا، ما عرفتش كان طايح هكا، ما مجروحش، واحد الصفوريه كثيره فيه عام غير عاديه، ديك الصفوريه بحال واكل شي ماده ولا الله اعلم. قلنا لهم يلاه كيفاش مات؟ قال لك اودي يلاه نشرحوا لكم. مشينا معاهم واحد الموتيل، ماشي اوتيل، موتيل، لان الفرق راكم تتعرفوه والناس اللي ما تعرفوش نشرح لهم الفرق ما بين اوتيل وموتيل. الاوتيل هو اللي فيه تيكون فيه الناس، تكون فيه الماكلات، تكون فيه القهوات، تكون فيه كذا. الموتيل هو واحد البلاصه غير ديال الناس، تيزو الناس يناسو يمشيو بحالهم، ما فيش شي ديك المزايا اللي كاينه في الاوتيل. وتيكون هذا الاوتيل تقعد، الموتيل تيكون خارج المدينه، خارج المدينه على اين. مشينا تما، قال لك اودي هذا السيد راه خلينا الباب مسدود تنستناكم تجيو، هذا السيد هنا في الدوزيام ايطاج، جا سكر هنا في الدوزيام ايطاج وانتم تشوفوا، وخرج من هذا السرجم. كيفاش هذا خرج من هذا السرجم؟ قال لك من هذا السرجم، الناس اللي شافوه شافوه في الزنقه جاي من هذاك السرجم، الناس جالسين شافوه تيغوت بوم طاح في الشارع. عرفتكم باقي ما فهمتوا شيء، ولكن نشرح لكم. هاد السيد استاذ جامعي، تيقرا الشريعه والاسلاميات وداك الشيء اللي عندهم، اجتماعيات وكذا وكذا. فاس وساكن فاس. هاد الاستاذ كان جاي في واحد الكار، جاي من اكادير وجا الخميسات، هو ينزل في ذاك الوطيل، نقول الوطيل باش ما نبقاوش نعقدوا الهضره، في ذاك الوطيل تعرفوا من الوطيل، جا السلام عليكم، السلام بخير، كتبات هنا ايه اسيدي سالو ديرك، كي داير انت بخير، الله يحفظك بارك الله فيك. ودخل ذاك الوطيل، حط حويجاته، دابا حصل تصريح ديال السيد اللي اسس على الاوتيل، قال لك اودي طلع شي صاك عنده ونزل. حنا درنا واحد البحث، هذا السيد نجا من تما فاجا، وبحثنا وصلنا حتى الكار اللي جا فيه، الكار اللي جا فيه تما اللي حطوا تما، لان ذاك الكار تيدخل الخميسات، تيجي من اكادير الخميسات وتيدخل تما الخميسات، وذاك السيد من عادتو كان تيجي في ذاك الكار وتينزل، وكار اخر تيمشي لفاس. الكار كان تيجي الخميسات تيحبس. هاد السيد جا كعادتو، جا في الكار
وفي الكار دخل فاش كنركب قال داك السيد حبس دق عليه قال لي حبس لي هنا 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 دابا الله يرحم والديك هنا. قال لي ودي حتى المحطه. قال لي لا هنا. قال لي هنا وسط الطريق صاحبي ودي ما تدير لنا هكا حتى المحطه. وقال هو داك الشيفور قال داك الكريسون قال له صاحبي قطر باش دير لي بنادم تركب لي بنادم يبقى يوقف لي هنا هنا ديريكت هو المحطه. تقول لي المحطه حيت الشيفور قال لي واحبس بركه ولا خرج حتى عند الشيفور تضرب على كتافه وعافاك وحبس لي هنا. هذه الهضره في البحث ديالنا اللي قال لنا الشيفور اللي تعرفنا عليه من بعد ومشينا تنسولوا عليه في المحطه وقلنا هذا الكلام هذا. قال لك اسيدي رجع معايا داك السيد كيفاش كيفاش كيفاش. هذاك السيد من مشى هبط تما في ديك الشارع دخل كيما قلنا للوطيل حط السويك ديالو وخرج خرج. احنا غنتبعوه دابا في البحث احنا غنتبعوه. هبط تيمشي ديما عند واحد الجزار ومشى عند داك الجزار حسب واحد السيد قال لك اودي هذاك السيد راه تنعرفو راه ديما تيجي عند الجزار سولنا الحوانات سولنا الناس اللي مقابلين مع الوطيل سولنا شنو واقع هادشي. مشى عند واحد الجزار قال الجزار اعطيني 7 ديال لي كوتليت. شاف واحد الخروف قال اعطيني 7 ديال لي كوتليت عافاك من هاد الجهه غير قطع لي انا نخلص لك حاجه زايده نخلصها لك ولكن الله يرحم والديك انا راه مريض وعندي واحد المرض ديال القلب راه لا قصد الملحه نموت الله يرحم والديك. السيد نضغ يدو غسل داك الموس ما فيهش ملحه ودوز هذيك الطابله تيغسلها هذا قال لها انت ما كاين لا ملحه لا والو قطع هذا واش بدي 7 ديال الكوتليت في الاخر تيوريه شوف شوف قطع من تما هكاك هذيك زيد الاخرى زيد الاخرى زيد الاخرى. هذاك الجزار مولف بعد يدير داك الشيء قال عارف قايدته ولكن ما تيشويش داك الشيء. هيد من عند الجزار مشى عند واحد العطار قريب للجزار شرا واحد المجمر صغير شرا واحد الباكيه ديال الفخر ودخل في حالته. لا داك لوطيل جمع زول فؤاد القاضيه قدام حوانت وكان من خلال البحث ديال البوليس ديال اللي وصلنا عندهم ديال الخميسات والبحث ديالنا لقيناهم وراونا الطرقان دازم هنا ومشى هنا وكذا وكذا وطلع عندك البيت ديالو وطلع عندك البيت ديالو حيد حوايجاتو كاملين وحطهم على واحد الكرسي بحال هذا كاملين وبقى عريان. ارجعوا للبيت. هاد البيت كيفاش داير؟ هاد البيت تقريبا كل بحال هاد الاستوديو انتم تشوفوا الاستوديو دابا صغير عنده شي 10 متر مربع وداك الشيء تعرفوا البيوت ديال الاوتيلات صغار في واحد الطابله صغيره مدوره في جوج كراسة في واحد الناموسيه هنايا ناموسيه ديال جوج شي اللي فيه في واحد لافابو هنا صغير ما فيش مرحاض مرحاض برا. هاد عنده واحد الشرجم عالي داك الشرجم تيتحل في سلسله تدك تدير مسلسله تديرهم ها تيحلهم انما عادي باش يوصلوا لي تدير واحد السلسله تتحل طق وتتحل تتحل ديك السويقطه وتتحل. الشرجم صغير كاين هو اللي عند هذا البيت هذا صلاه النبي. وكاين واحد الشرجم هنا كبير ولكن تيشوف في واحد الجرده كبير حتى هو بحال هذاك كبر منه تيشوف هذه الجرده هذه. هاد السيد تعرى وجلس شنو حط في الطابله ديالو اللي حط فوق الطابله اللي لقاو البويس وخلاو تجيناش فلاهم حط واحد القريعه صغيره نصف هذه فيها الدم عامره بالدم وهذاك الدم من بعد البحث ومن بعد تقلبناه وشفناه ديال الانسان الدم ديال الانسان الدم يقدر يلقى فيما بغى ديال الانسان كلينيك ولا كذا ولا هذا ولا الله اعلم الدم ديال الانسان. وواحد زلافه فيها الزعفران شعره زلافه فيها الزعفران شعره وفوق ديك الطابله حاط واحد كاتب واحد الجدول دوك الجداول ديال الفقهاء ومصوب داك دوك لي كوت دوك الكوتليت داك الكوتليت اللي شرا مصوبهم دوك الضلوع الحولي مصوبهم بحال شي نجمه مقادين بحال شي نجمه ديال 8 دريوس ولا ديال 7 دريوس نجمه مصوبهم حطهم فوق داك الحجاب محطوطين. وقلنا التقريعه ديال الدم وقلنا هذا واحد الدوايه الدوايا اللي فيها الدوايا داك اللي الدوايا ما تعرفوهاش شي الولاد ديال اليوم حنا بكري كنا في الجامع تنكتبوا بالدوايا الدوايا ما كانش فيها لونكر المداد كان فيها واحد المداد تيتصوب بالصوف الصوف ديال الحوالات تيحرقوا داك الصوف وتيخدموه الفقهاء باش تيولي الفقيه ديال الجامع تيولي تنكتبوا به في اللواح اسود اللون تكتب بالقلم ولقينا تما قلم فوق ديك الدوايا قلم ديال القصب
ولكن ما هو غريب، لقينا واحد الدير ديال الدري صغير، داك الدري صغير حسب طبيب ديال التشريح وداك الشيء قال لك الدري يكون عنده 7 سنين، يد ديال العظام، يد هو عظام سكوليتيك عظام، ولكن ديك اليد خدم بها بزاف العلم، لان هنا هاد الصبع هادو بحال هكا تيشد يد وتيشد هو فوق اليد، فيها مداد بزاف فيها الزعفران دوزات ديك اليد، ديك العظام ولاو كحلين يمكن كتابه خدم بها بزاف ديك اليد هذيك ديال الانسان حطها تما. نعاودو اش غنقولو، هاد السيد هذا دخل تما وحيد حويجاته وحط داك الدم الانسان وحط هذاك الشيء، ولكن داك المجمر اللي كان عنده لقينا بجنبه شي بخور، داير شي بخور بقى ديك الريحه تما ديال البخور، شي بخور بحال ديك التفوسيخه بحال هكاك حسب الريحه اللي شفنا، ومخلط داك البخور شفناه في واحد الكاغيط باقي تمام، داك البخور مخلط، ولكن داك البخور ديروا في واحد الكاغيط وديروا في واحد الجلده، يمكن ديك الجلده خاصه داك البخور جلده مسدود عليها، شفنا داك الشيء باقي محطوط خلاو البوليس محطوط تجينا حنايا، لان حنا متعيطونا تنطلبوا منهم وتنقول لهم ديما عافاك خليو الامور حتى نوصلوا، خليو الامور حتى نوصلوا، ادا الجو حتى اللي داوها لامورك تنقول لهم خليو الامور حتى نجيو، لقينا الامور كيما جينا، داك المجمر اللي فيها البخور وديك الجديده فيها واحد الكاغيط فيها عامر بالبخور استعملها كاين ريحه البخور، وديك اليد محطوطه ديك اليد العظام محطوطه وداك الدم محطوط، اذا كان تيدير شي جدول خطير، انا ما تعرفش بالجداول ولكن شي جدول خطير كان تيدير. واحد الوقت خرج من الشرجم، خرج طويل، خصو يخرج طويل، ما خصوش يخرج ديال تاه هكا ما غيخرجش، الا دار غير ما غيخرجش حسب العبار، ممكن خرج ديال ها وخرج تيغوت، وشوفوا خرج من الشرجم وداز فوق الحوانت الحانوت راه تيكون خارجه منه داك داك الدراقه ديال الحانوت ديال الشمس، خرج فوق الحوانت وطاح في الشارع، ما يمكنش ما يمكنش، خرج شي اله كبيره باش نقول لك شي اله ديال 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 الضغط كبيره بالزيت ولا بالماء تكون قويه اللي يركب فيها ودفعوا، ثاني نقول بغا يصوطي بوحدو كي غايدير، غايصيطو بوحدو كي غايدير، غادي يدير شي سلوم، يدير سلوم ويخرج من تما، فين غيوقف برا ما كاين فين يوقف، غادي يلقى فين يوقف، يفرض مثلا يوقف فوق شي حاجه، غادي ينقص فوقاش فين غايجي، غينقص 1 متر 2 متر، ولكن باش تنقص انت طيح في الطريق، هذيا ما يمكنش، حنا راسنا داخ، شفنا عرفنا بان هذا الشيء ماشي عادي، واتفقنا حنا كنا بانه ماشي عادي، شكون اللي عندهم يقول ما كاين اخويا، على حسب هذا الشيء هذا السيد راه ضربو جن ولا ضربو شي شيطان ولا ما عرفت. احنا جاي الهضره شكون هو هذا السيد، تعطات التعليمات باش ننتقلوا لمدينه فاس للدار ديالو نخبروا مراته وناخذوا معلومات على مراته، مشينا لفاس لقينا ساكن في واحد الفيلا، خرجت عندنا واحد المراه، مراه انيقه، مراه معقوله، مراه مثقفه، خرجت وقلنا لها ودي الله يكثر خيرك، الله يعظم راجلك، الله يعظم اجرك، راجلك راه مات. قالت لي جاني التليفون، شكون اللي عيط عليك؟ قالت لك البوليس ديال الخميسات عيطوا عليك، عيطوا عليا، خبروك خبروني. بون كاين الدراري لقاو التليفون تما عندهم شي رقم التليفون استعملوه بحقهم وعلموها، ولقيت عند بقينا عندنا شي عائلات الاخر جالسين عند مجموعه عائلتها، وديك المراه صفراء، واحد البنيه صغيره تتبكي، واحد البنت كبيره تتبكي، يلا ساقوا الخبر، يلا يمكن عاد غيجيو الناس، يمكن ولكن كاين شي وحدين داخلين على ماتهم هي حاضرين في الدار. قلنا واش يمكن نجلسوا معاك بوحدنا ونهضروا؟ قالت لك اسي مرحبا. قلنا راجلك شنو تيدير؟ قالت لي انا راجلي استاذ جامعي. راجلك تيمشي لاكادير علاش؟ قالت لك اسي راجلي وارد شي حاجه ديال 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 البركه من عند بوه، وتمشي لواحد الزاويه حدا 44 وديك الزاويه تما قرا القران وقرا الشريعه وقرا داكشي فاش كان صغير قبل ما يتزوج بيا، وتمشي ديك الزاويه وديك الزاويه تيكلفوه بعض المهام، شنو هما هاد المهام؟ الا كان شي واحد مريض ولا هذا تيصيفطوه ليه، تيصيفطوه الا كان شي واحد مريض، اه تيداويه تيداويه سيدي بالقران وكذا وكذا وكذا، هادشي اللي فراسك انت، هادشي اللي فراسي يا سيدي،
قلنا لهم حضر تما في الدار، حضر بستيلو عادي حضر، خبرناها بداك الشيء. قلنا له ودي لا بغيتي تجيبي الراجل ديالك خصك تجي الخميسات وتاخذي الاداء، حنا صوبنا مسائل مع السيد وكيل الملك غيسلمك الجوته، حنا نكملوا البحث ديالنا. خبرنا المسؤولين ديالنا، خبرنا الاداره، وقال لك اودي لابد من انتقال الزاويه اللي قالت لنا ديك المراه، ديك الزاويه اللي درس فيها وقرا فيها وتعلم فيها هذا، باش نعرفوا هاد المراه تقول لنا بانه تمشي الزاويه تكلفوه ما تكلفوه نشوفوا شنو كاين. انتقلنا النواحي ديال 44 تما ذاك حلا والطريق طويله وبعيده، ومشينا لواحد الزاويه تما، ودوك الزاويات اول مره شفت انا دوك الزاويات عمري ما شفتهم. الدراري كبار تيقراو باللوح، رجال شادين اللوح تيقراو ولا دايره. وقلت انا دابا حنا كنا في الجامع صغار تنقراو، الا كاع تنقدو تنخرجوا ديك التخريجه ديك 60 حزب اللي يقراو الدراري 60 حزب تنقراو. مثلا انا ما درتش 60 حزب في الجامع لان قريت من بعد دخلت المدرسه ما عرفتش فين وصلت لسبيح ولا ما عرفتش فين وصلت. والدراري كان تنشوف رجال كبار تيقراو، الدراري كبار دي جون تيقراو. وجلسنا مع واحد الفقيه وجلسنا معاه هو المسؤول هذيك الزاويه هو الامام ديالها والمرت الرئيس ديالها وداك الشيء. هضرنا مع راجل كبير عنده الحياه فقيه محترم تيحترمو ديك الدراري تيبوسو له يديه هما كثار. وهنا الزاويه شي تيقرا في هذا البيت شي في هذا البيت، هذو دراري صغار هذو كبار. وقلنا ليها ودي حنا راه جينا حنا من الامن، ها شنو كاين. قال لنا ودي قلت لك يا ودي الفقيه هاد الدراري دابا هادو واش تيقراو شتم كبار؟ قال لي ودي انا ما تنقراش غير القران، تنقراو الشريعه، تنقراو تيقراو القران، تيقراو الشريعه، تيقراو باش يداوي امراض. قال لي الامراض ديال الحال تيجي الانسان شي حاله خاصه قال تنداويه بالقران، تنداويه بهذا، تنداويه الناس اللي تندير لهم مثلا اللي تسحروا وتعرضوا للسحر تندفعوهم هنا وتنديروا. قلنا لها ودي هذا السيد هذا عرفتيه؟ قلنا خدينا واحد التصويره من دارو. قال لك هي عرفته، كان عندنا هذا السيد وهاد الناس من تيتعاملوا معنا وتخدموا معنا وتخرجوا من عندنا. شنو تيدير هذا السيد هذا؟ قال لك اسيدي حنا من تيجيو بعض الناس عندنا هنا تقول لك ودي عندي واحد البنت مسكونه ولا عندها سحر ولا تعرضت لشي حاجه، هادو راه ماشي دوك الفقهاء ديال دوك الخرباقين اللي تيهضروا في المدينه، هادو لا فقهاء ديال القران، ناس محترمين عارفين اش تيديروا. هادو مشيت يسحروا لوحده يبقاو يبغي وحده ولا واحد يبغي واحد ولا واحد يضر واحد، لا تيسحروا هادو تيكتبوا ماشي السحاره. وهنا نفكر الناس كانوا بكري عندنا هنا في المدن، دابا كاين في البوادي وفي الجبال ناس كبار، الفقيه ديال الجامع بكري الفقيه تيقرا القران في الجامع، راه ماشي كان تيقرا غير القران، كان تيقرا القران وتيصلي بالناس، تعلم دير القران وتيصلي بالناس، وكان تيخيط جداد تعرفوهم كان تيخيط جداد، وكان تيداوي كان مرض شي واحد في شي دار، واحد تيمرض في الدار كان تيجيبوه. ما كناش غير تنمرضو تاكل كسيرو عيطوا على الطبيب، قالوا الطبيب شكون اللي كان تيعرف شي طبيب؟ قليل اللي عندهم فلوس يمشيو عند الطبيب، ولا تترك واحد خلا ضربوه شي تهريسه، حتى التهريسه كان دايرها الجبار كان كاع تمشيو عند الطبيب. كان تيجيبو الفقيه، وانا عقلتو الناس اللي في العمر ديالي كان تيجي الفقيه وتيجيب ذاك الكاغيط الزرق اللي كان في قلب السكر، كلشي كان تيجي وتيجيب واحد الزلافه وتجلس تحت القران وتبدا وداك الكتاب ديال الجداول ديال هذا وتيخرج داك تيقول تيدير واحد كما تنقولوا تيطلع المرض اللي عندك تيبقى يكتب تيقول المراه ودكم عنده وتكتب في الزلافه وتيشربوا لنا داك المويه ديال الزلافه اللي في هذاك الصباح تعلقوا لنا على الكتاب تقول هذا سبع ايام ديالو هنا ويولي لاباس، وكنا تنوليو لاباس. هذاك الشيء ما بقاش للاسف، ولكن باقي في البوادي والقرى باقي دابا شي دراري تيغوت في الليل تيقفز في الليل تيديو عند شي فقه اللي هما فقه شيبانيين ناس القران تيكتبوا ليه وتيولي الدري لاباس. هاد الفقه تما هاد الناس هادو تيتعلموا بحالهم تيتعلموا ديك الزوايا وتيتخرجوا منهم العدول وتيتخرجوا منهم بزاف ديال الحوايج دوك الجامع اللي قال ذاك الفقيه بان الخدمه ديالهم تيتخرجوا بزاف ديال الناس بزاف المهن اما ديال والناس تيخدموا في الاوقاف تيتخرجوا من دوك المساجد ودوك الزوايا باقي الان. وقلنا ودي هذا السيد هذا الشيء اللي عاودته ليا ذاك الفقيه قلت لي عنده يد ديال العظام وعنده يد ديال كذا وعنده يد ديال كذا، حنا سيدي هنا تنقرا القران وتنعالج الناس بما هو رباني، شو الكمال اللي قلنا بما هو رباني، ولكن عندنا بعض التلاميذ هنايا عندنا الكتب هنا كثار وتيدخلوا في الجداول وتيمشيو لما هو شيطاني،
ما معنى ما هو شيطاني؟ تيمشيو داك السحور وتيمشيو يخربقوا الدخل ويسحروا لهاد المراه وهذا، هما تلقاو دابا داعين في المدن تيخدموا الشيطاني. ما هو شيطاني؟ بقى يبغيها بقى يبغي، تيمشيو داك الشيء. حنا ما عليهم هنا داك الشيء هذا، ولكن تيلوزوا لبعضياتهم شي مع شي. تعرف واحد الجدول درتيه ديال كذا كذا، واحد الجدول درتيه ما هو شيطاني، وهذا السيد بلا خبرنا مشى ما هو شيطاني. ولما مشى ما هو شيطاني ارتكب غلطا، ارتكب غلط في داك الجدول، ارتكب غلطا ومر الوقت عطاوه دوك الشياطين اللي خدامين معاه، انقلبوا عليه لانه دار غلطه وهزوه ورموه وحطوه زوطوه ميت في الشارع هو تيغوت. حيت الناس اللي الشهود واحد تيقول لك سيدي انا كنت نسالي صباطي بس ما تغوت هزيت عين تيبان لي راجل خارج طاح في الشانطي هذا تيقول ديك شنطه قدام الحال بس ما تغوت هضرت طاح مور الطوموبيل كان غادي طاح قدامي فرانيت. ديك القوه اللي كانت قوه كبيره رجعنا بداك التقرير ديالنا وداك الشيء اللي جمعنا من المعلومات وجمعنا الاداره العمل الوطني ودخلنا وجلسنا معنا السيف ابو فهاد الشيء هذاك قال لك اودي ما يجيكمش هاد الشيء عجب، خاصيفناكم ديروا البحث ما يجيكمش عجب. راه عندنا دواسه هنايا كاينين في ليزارشيف ديالنا، ديور تيضربوا بالحجر بقاو يشيروا عليهم بالحجر في الليل الشياطين، ديور تيبقاو يشعلوا فيهم العافيه بحال شفنا بعض البرامج، واحد البرامج راه مدازو دار تيشعل فيها العافيه من لهنا من لهنا، ديور تيوقع فيهم حوايج بنادم تيمسهم الجن تيدير شي حركات غريبه وداك الشيء. هادشي عادي، هادشي عادي، هادشي حنا خلقنا الله، حنا وخلق الله الجن، ولكن حنا بيننا وبين الجن حنا كاين واحد الحاجز. لان الله سبحانه وتعالى تيقول اسمحوا لي واخا ما حافظتش القران بزاف، ولا يكلمونكم الا من وراء حجاب. بيننا وبينهم واحد الحجاب، ما تيجوش عندنا اون فاس، تيكلمونا بيننا وبينهم غطا، ما تيبانوش لينا، ما تنبانوش ليهم، يمكن ما تنبانوش ليهم وما تيبانوش لينا، ولكن كاينين، كاينين في الافعال ديالهم، كاين بعض الحوايج تيديروها، كاين بعض الناس تيشدوا من المس بالجن، كاين بعض الناس بصح تيطيحوا بلا رياح، كاين 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 بزاف. اذا كاينوا موجودين. وغنزيدكم واحد البونيس، واحد القصه صغيره وقعت لي واحد النهار. واحد النهار كنا خدامين وكان الليل وكانت الشتاء وكنا دايزين حدا حدا بلاصه الخيل. فين كاين الخيل؟ تعرفين الخيل فين تيلعبوا داك الملعب ديال الخيل نيترا، تعرف حدا الغابه حدا الشجر حدا الظلمه حدا كذا كذا. حنا دايزين شفنا واحد البنت دايزه في الحفيانه ولابسه واحد الميني جيب بحال ديال التنس وغادا وطلقه شعرها وبنت حسناء، حسناء والله العظيم جميله وغدا وحفيانه وتابعنا واحد ثلاثه الدراري تطلبسوا بها هي غادا تضحك وغادا تدير كاب وما غادي مع الحيط الحيط سمعك بحال هذوك الاولاد بغاو يقربوا يهزلوها ما تمشي الظلمه ويشدوها يغتصبوها على بعض. شافوا الطوموبيل دبوس هربوا دوك الدراري، حنا وقفنا عليها. السلام عليكم. السلام. حنا خمسه في الطوموبيل خدامين، البريكاد خدامه في الليل شي ثلاثه الصباح ولا وقفنا عليها. السلام عليكم. فين غادا؟ وهي تضحك كاك كاك غدا تنسالا شنو كاك تضحك وانا تطالا لا تنهضر معك انا تضحكي مالكم اشنو كاين كاف تضحك انا غدا تبغي تمشي تشدو اجي لهنا اجي لهنا وانت حفيانا اجي لهنا عطاتنا هي شويه حمقى ولكن ما خصناش نخليوهم يطلقوا قبل بغينا نطلعوا على الطوموبيل. والله ما طلعناها والله ما طلعناها. عرفتي راه صحابي اللي كانوا معايا ربما تيسمعوني دابا تنهزوا لي هاد الديت تشدينا بهاد الديت تنهزوا بهاد الديت وكل مره تضرب واحد ضربت واحد الدري لعينو ضربته ضرب بقى شاد فيها لعينو. انا ضربتني لهنا ضربتني هنا لفمي بزاف عرفتي خصني ندو فمي تنهزوها تطيحوها الله تتركنا تضربنا وحنا باش نركبوها في الطوموبيل البوليس ولا محلول تدفعنا كامل وتعاود تسد الباب ونعاود نحلو حنا ذاك الباب وبغينا نطلعوها مصيبه كحلا. قال لك واحد الدري قال لنا شوف شو الله يرحمه باغي ناخذ لي بومبي عيطوا لي بومبي يدوا لهذيك الشبكه ويضرب براسهم معاه هذا مضروب هذا ضربه هنا ضربه هنا بقينا محاصرينها فين غادا واقفين موقفين عطنا لي بومبي جاو لي بومبي وتوما ديك لي بومبي مساعدو محارته هما جايين جوج ديال البومبيه في واحد الجيب جايين بها ديال داك الكاسك ديال انوكس ديال واحد السماطي وجاو. السلام عليكم. السلام. اش كاين الاخ من مودي هزو هاد البنت هادي دوك ديك سياره الاسعاف ديال البومبيه اللي مهزوها حيت هما تيهزو الحماق وداك الشيء هما يحلوا معاونين معاونين مزال حنا ما قدينا والو وتقول الشاف وعاونونا شويه وتتفرجوا فين حشومه تنبغيو نشدوها قهرتنا ديك البنت والله ما طلعناها في الطوموبيل. واحد القوه خارقه حنا خمسه وجد البومبيه قوه خارقه ما يمكنش وتضحك وتتشير وحنا ولينا خايفين منها تنشدوها تتهجم علينا وما يمكنش بنت سبعه الناس وهي توقف واحد الطوموبيل مرسيدس باقي على كحله شافتنا ودارت ورجعت بالجهد هما يهبطوا منها ثلاثه العيالات وواحد جوج رجال اسيدي اسيدي الله يرحمك بنتنا بنتنا هذه ويجي واحد المره قالت لها ها مالك يا بنتي خرجتي مالك تدينا تضحي بنتي اجي شدتها من يديها وبقات غاده بها الطوموبيل
طلعتها. حنا قلنا لهم الطوموبيل سامك مخا الوريقات ديالك الله يرحمها هذيك، شنو تجيكم هاد البنت تبعنا خويا الكوميساريه، هزوها تبعنا الكوميساريه. هبطوا البنت، هي هبطت بالطوموبيل طلعت معنا الكوميساريه. واحد البوليسي كان تيكتب، ماش تيكتب، تيكتب دفعاته وتضطر مع ذاك البوليسي. قال لها سيدي ردوها للطوموبيل، ردوها للطوموبيل، ردوها. ولكن البوليسي ما رصد معاود، معنا ما دفعنيش، اش بغات تكون بغات الدبزه؟ ما عنديش غير الدبزه، حنا قرطنا ريح الارض. رجعوها للطوموبيل، هما رجعوها للطوموبيل. قالت لنا ما سيدي اجي الله يرحمها لكم نشرح لكم، انا بنتي مسكونه واجوا تشوفوا. جات للطوموبيل وهزت لها حوايجها، هنا هزت لها عراتها، لابسه هي الشور ديالها لابسه، وهنا كلا واحد الدواره كلا عندها هنا. قلنا شناهي هذه؟ قالت كندير السلسله سيدي، السلسله باش تربطوها قطعتها، راه ضربتينها بسلسله في الدار، راه ما خلينا فين دين هاد البنت الغازي سميت الحمى خدا اخوها فرنسا، ما عندها حتى شي حل. هاد البنت هادي مسكونه بجن، تهضر باللغات كاملين، تهضر فرنساويه وتهضر بالعربيه وتهضر. قلنا مودي عطيونا غير سميتها هاد البنت هادي، سميتها فلانه فلان. جات داتها امها، جا المعلم دخل السوبر ماركت، السلام عليكم، عيطنا ليه من الدار اش كاين، قلنا ليه هادي اش كاين ما كاين، وريناها كذا. قال لك طلعوا البنت تمشي بحالها، تمشي البنت بحالتها. والنكته اللي كاينه هنا، انا مضروب في عيني، انا مضروب هنا، هذيك هنا مضروب في عينه، واحد الدري مضروب في كتافه ضربه مزيان، بقى شاد في كتافه وداك الشيء. قلنا ليه الشاف دابا راه دير اكسيدونت سيرفيس، احنا راه واكلين، انا مضروب شي الاخر عينه كيولي الزرقاء. قلنا دخلناكم بالله دابا، دابا انتم شنو نقول لهم انا في الصباح؟ نقول لهم رديتكم السبيطار، رديتكم شهاده طبيه وما غتخدموش؟ نقول لهم واحد الربعه فيها خمسه ديال البوليس وجوج بامبيه صرختهم بنت؟ ايوا ديال نقول لهم انا حشومه، انا نقول لهم صرختكم هذه البنت هذه وكذا وكذا. قلنا ودي خصك تكون معنا. علاش قلت لكم هذه الهضره هذه؟ قلت لكم اقسم بالله ما قدينا نطلعوا ديك البنت، ديك القوه خارقه ولكن ماشي قوه عاديه. داك الشيء اللي فيها مجهد، مجهد بزاف. علاش جبنا هذه الهضره؟ جبنا على هذا السيد اللي خرجوه من شرجم، من شرجم وتزاوت. والمسطره راه باقا وكاينه، هذه المسطره ديالو خرج من شرجم. وكاين قضايا وقعوا كما قلت لكم، ديور تحرقوا، حجر تيقع على ناس، الدري تيبقى يتعوج، كذا كذا كاين. ولكن ما بقاش ندخل، بقيت ندخل لكم انا كيفاش توقع وكيفاش هذا. هذا الشيء يعلموه الله، وهذا الشيء والناس اللي عندهم خبره في هذا الشيء، هذا اللي عندهم خبره في المسائل ديال الجن والمس وكذا وكذا وكذا. مي هذا الشيء كاين وموجود، والله سبحانه وتعالى تيقول بان هذا الشيء كاين، كاين الجن وكاين الشياطين، واش تيديروا واش تيفعلوا راه تيذكر الله في القران. هذه القصه هذه بغيت نقولها لكم، ان كاين قضايا اللي تيخدموها البوليس بحال هذا الشيء هذا. احنا دابا خدمنا قضيه عندها علاقه بالشيطان او بالجن، ولكن ما خرجنا حوالو في الاخر. حنايا شكون اللي غنتهموا؟ شكون اللي رمى ذاك السيد؟ نقلبوا على الجنود، تصنتوا لهم، قدموا المحكمه، ما يمكن شيء. ونبقى ديما نقول لكم دابا والله